السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالخوت اللي جاوا جداد في القناة. عقلت على الفيديو اللي لحت مؤخرا ديال فكرة مقال ناجح من خلال أخذ صور وملاحظات من كورس مجاني. هذاك الفكرة اللي طلعت لي البلوك بوست لهذه المرتبة، هذه 50 شوية طيرناه ل 80. بغيت حتى انا ديفلوبيت الفكرة وبغيت نشاطر معاكم كيفاش ديفلوبيت الفكرة. احنا كنا شنو درنا واحد البلوك بوست ديال شنو كناخدو. كناخدو فيديوهات ديال البرمجة، وكان نشدو الفيديوهات كنتبعو معاهم وتناخدو سكرين شوتس وكنحطوهم في الدوكس وتنبارطاجيوهم مع الدراري في شي بلوك بوست. قلنا هذاك الشي نجح، وصل لنا مثلا واحد 50 فيوز في ضربة واحدة في يومين، 50 فيوز. وهنا شوية طلعت حتى 80، كي درت 3 طلعت حتى 80. المهم شديت هاد الفكرة هادي وديفلوبيتها، الفكرة ديال البلوك بوست. غنضرب على هاد البلوك بوست هذا وغنجيب البلوك بوست تاني. هاد البلوك بوست تاني كيهضر على الانجولار ولا رافيل. شنو شديت واحد انا وريكم هنا تاع الاخر. هذا هو الفيديو اللي كنت خدام عليه وتنشد عليه، تنشد لي نوت من هاد الفيديو هذا انجولار ولا رافيل. شديت لي نوت حطيتهم هنا حتى ساليت البلوك بوست. وشنو درت باش نطلع لي فيوز هاد البلوك؟ الى شفتوا قلبتوا القناة ديالي هتلقاو واحد السيرية ديال انجولار ولا رافيل. يعني شديت هاد لي نوت هادو وخدمت بهم بروجي فيديو. هاد الشيء هو اللي طلع ليا حتى لهنا، وكنتمنى يطلع اكثر. وفيما تكون شي فكره جديده ان شاء الله غادي نشاطرها معكم. ومرحبا بكم والسلام عليكم. وما كرهتش تشجعوني وتبارطاجيو هذه القناه هذه مع اصحابكم. ان شاء الله نوصلوا على الاقل 50 مشترك.